مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. الأسواق شهدت تداولا ضعيفا خلال الجلسة الآسيوية مع القليل من التحركات من اجتماع جاكسون هول خلال عطلة نهاية الأسبوع. قام زوج اليورو والدولار الأمريكي بالاختراق إلى أعلى مستوى له خلال عامين ونصف يوم الجمعة، وما يزال يبدو تصاعدياً. يقوم زوج الدولار الأمريكي والين الياباني بسلسلة ضيقة من الانخفاضات المرتفعة من القاع المزدوجة عند 108.69. قام زوج الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي أخيراً بإظهار مؤشرات على الوصول إلى القاع، ولكنه تراجع بشكل قوي من فجوة عطلة نهاية الأسبوع فوق المقاومة عند 1.2918. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعاً ناجحاً.